بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم في مادة الكيمياء. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني، ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. نتحدث عن الفينولات، تابع معايا الفيديو في صندوق الوصف هنسيب لك ايه امتحان مراجعة. ولو عندك اي اسئلة ابعت لي في التعليقات. شكرا. العامة والازهرية اهلا بيكم. واليوم في الفيديو ده هنكلمك عن الفينولات، تكملة طبعا لايه، لمركبات هيدروكربونية، مشتقات المجموعة الوظيفية، مجموعة الهيدروكسيل. بعد ما اتكلمنا عن الكحولات كمركبات أليفاتية، بنستكمل حديثنا عن الفينولات كمشتقات أروماتية. المجموعة الوظيفية المميزة ليها مجموعة الهيدروكسيل، وهنفكرك بأن هنا نواة البنزيم هي الأساس ولها دور كبير جدا في اختلاف بعض خواص الفينولات عن الكحولات، طبعا على اساس ان مجموعه الالكال في الكحولات غير قطبيه، لكن ايه نواه البنزيم هتلاقيها قطبيه. هنوريك خواص الفينولات وطرق تحضير الفينول واهم تفاعلاته، تفاعل نيطره، تفاعل بلمره بالتكاثف، ونديك في الآخر شوية تحويلات للكيمياء العضوية الإليفاتية، واختبار بسيط إلكتروني بحيث إن أنت برضو تسترجع بعض المعلومات في الهيدروكربونات والمشتقات وجزء من الكهربية. وطبعا في تحويلات بسيطة كده كبداية لسلسلة التحويلات في العضوية، بس احنا النهاردة هنبدأ كده بتحويلات في المركبات الأليفاتية في آخر الفيديو. تابعها برضو عشان هي التحويلات مهمة، لأن أنت عندك بعض الأسئلة المقالية وممكن نجيب لك في صورة تخطر. أهم حاجة ترتيب الخطوات، ركز كويس واعرف طبعا طرق الكشف عن الفينول برضو جايبها لك، سواء بقى باستخدام كلوريد الحديد 3 او باستخدام ماء البروم الاحمر. المهم يعني الفيديو انا هحاول ملخص لك التفاعلات والخواص، بحيث ان تعتبر اكنها سرد سريع ومراجعه في نفس الوقت للفينولات. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. Thank you.
chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. وان شاء الله في الفيديو القادم هنكمل لك بقى ايه المركبات المشتقات الهيدروكربونية، وهنتكلم في الفيديو اللي جاي عن الاحماض الكربوكسيلية وخواصها، وربنا يسهل بقى يعني. خلاص احنا في النهاية عشان ايه نبدأ بعد كده سلسلة من المراجعات. تابعني، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ أشرف الهادي كبير معلمي الكيمياء. سلام.